أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام، لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك وعلي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس. ثلاث ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب، بقوة،
لدنا وزكاة وكان ثقيا وبرا بوالديه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قالت أنى يكون لي غلام لمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء إلى جذع النخلة قال
قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحملها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون
تعبدون هذا صراط